خلينا بقى نعرف تفصيل اكتر عن المشاركين، ويعني عددهم قد ايه، والقصص اللي بتجمعهم ايه بالظبط، وازاي قدرتوا برضو يعني تحول انسان كده من انسان خلاص هو فاشل في حياته تماما وهو عارف ان هو ملوش مستقبل، لشخص بالعكس لا عنده اراده واصرار ان هو يحول حياته 180 درجه ويبقى شخص فعال، وبعد كده يخش ومسابقات ويفوز، يعني اختلاف كامل. طيب الدوري ده ضم حوالي 160 متعافي من المتعافين من الادمان من جميع المراكز الشريكه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان. احنا عندنا دلوقتي 28 مركز على مستوى الجمهوريه بيعملوا شركاء في صندوق علاج الادمان تحت قياده معالي وزير التضامن دكتور نبيل القباش ودكتور عمرو عثمان مساعد الوزيره. الهدف العام من هذا الدوري وقصص اللي بتجمع الناس دي كلها ان كلهم كانوا بيعانوا زمان، يمكن ما فيش حد بدا رحله العلاج، وخصوصا لما تكون رحله العلاج اختياري لان هم كلهم يتعالجوا بمزاجهم، وده الميزه اللي بتبقى موجوده في صندوق مكافحه وعلاج الادمان، ما حدش بيتعالج غصب عنه. كلهم خسروا كتير قوي في حياتهم، وكلهم زي ما بنقول وبلغه الادمان او المرض بتاع الادمان، لان هو مرض نفسي في الاساس، ان هو جاب قاع، يعني وصل لكل الخساره اللي ممكن نتخيلها سواء على المستوى النفسي او المادي او الاجتماعي. معلش انا هستوقف حضرتك، حضرتك بتقول ان الادمان اصلا مرض نفسي؟ طبعا، ويمكن لا دي نقطه انا بس بحرك جدا على على التوقف ده، لان احنا من ضمن المشاكل اللي في مجتمعنا ان احنا دايما في وصمه اجتماعيه بتدور حول مرض الادمان، الناس دايما بتبصوا ان هو انحراف اخلاقي او ان هو جريمه. طبعا الادمان في حد ذاته هو مرض نفسي من احد الامراض النفسيه العصبيه زي ما بنسميها، ولكن في بعض الاحيان ممكن يؤدي لجرائم، لكن هو في الاساس المدمن مريض مش مجرم. لأن هو اصلا يقبل على الادمان ده بيبقى عنده مشاكل نفسيه هي اللي بتدفعه لده، ولا بعد ما بيبقى مدمن هو كده بيبقى شخص مريض نفسيا؟ الامتى بالظبط بيطلق عليه؟ الموضوع في البدايه اللي بيؤدي ليه الادمان، احنا عندنا الادمان ليه اسباب كتير، وهو مجموعه متشعبه ما بين عوامل وراثيه. في بعض النظريات بتقول ان الادمان اصلا في بعض الجينات الموجودة. دي معلومات كلها جديدة أنا أول مرة أسمعها، معقولة يعني للدرجات دي كمان؟ طبعا الإدمان هو شعبة ما بين عوامل وراثية موجودة في الشخصية، وهو اضطراب في الشخصية في الأساس، زائد بعض العوامل البيئية اللي المجتمع ممكن يزرعها في الطفل وهو صغير. طبعا احنا للأسف مع التقدم التكنولوجي دلوقتي، يمكن زمان كنا بناخد المعلومات عن البيئة اللي حوالينا من الأب ومن الأم من المدرسين في المدرسة، مع التقدم اللي احنا فيه للأسف بناخد المعلومات، الشباب الصغير بياخد المعلومات من صحابه، فطبعا بتدور ثقافة سائدة أو من جوجل، يعني دي أسهل حاجة، أي معلومة عايز تجيبها حتى لو مش صح تبقى موجودة يعني. وقبل جوجل احنا في المدرسة بناخد من المدرسين، دلوقتي احنا بناخد من صحابنا. فطبعا الإدمان فيه أفكار كتير بتدور حواليه، يعني خد مخدرات، المخدرات هتخليك جريء أكتر، هتخليك مبدع أكتر، هتزود الطاقة الجسدية أكتر. مبدع دي برضه معلومات دي يا دكتور، في كتير من الطلبة ازاي يعني؟ ده الإبداع ده رابط قاسم واشترك في وجهات نظر ناس كتير جدا ان هو بيساعد على الإبداع، وخصوصا الناس اللي الإدمان بالظبط، كتير من الطلبة بياخدوا عالم الإنترتينمنت. ايه ده انا ما اعرفش دي فعلا؟ لا هو ده النوع معين يعني؟ نوع معين هيقول لك ده بيزود الطاقة بشكل عام، في ناس كتير من اللي بيعملوا أعمال مهنية وحرفية بياخدوا مخدر معين عشان يقول لك ده بيزود، مع ان في الحقيقه هو ما بيزودش ولا حاجه. سواقين النقل الثقيل اللي بيسافروا بالمسافات طويله قوي بين محافظات والتانيه، البعض منهم بيلجا لتعاطي برضو نوع معين من مخدر ده منبه بالظبط كده، وبيساعدهم على ان هم يفضلوا سهرانين فترات طويله. وهل هو صحي يعني ولا مش صحي؟ طيب هو افاجئكم بس بحاجه الاول، هم فاجئنا بقى احنا مالين نتفاجئ من اول الفتره. بيتقال ان الترامادول من الحاجات اللي بتدي باور زياده وان هو منشط، مع ان في الاساس الترامادول مش كده خالص، الترامادول مسكن للألم، هو من النوع الثاني من المسكنات. احنا عندنا مسكنات الألم بتتدرج في الجدول حسب قوتها، الترامادول هو ثاني نوع مسكن للألم، فهو بيمحي الإحساس بالألم ولكن ما بيديش أي نشاط زيادة زي ما الناس متخيلة. فهي برضو مجموعة من الأفكار حوالين المخدر ده وباقي المخدرات كلها خاطئة للأسف.